أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. إذن إلى المشهد السوري، حيث أصبح المشهد أكثر تعقيداً بعد اتساع رقعة المظاهرات ضد هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ السورية التي تشهدها مناطق عدة في شمالي غربي سوريا، وتطالب بتنحي قائد الهيئة أبو محمد الجولاني وانتخاب مجلس شورى ومجلس لقيادة المنطقة المحررة. وخلال الأسبوع الماضي خرجت المظاهرات في مناطق إدلب وبانش وتفتنار وسر وصرمدة وحزانو والأتارب وطعوم والفوعة ودارة عزة في مشهد ينذر بأنها ثورة شعبية ضد الحكومات التي تضيق على الشعب على حد وصفهم وتستبد بالسلطة دون تشاركية مع فئات المجتمع. يأتي ذلك على خلفية الاعتقالات التي نفذتها هيئة تحرير الشام خلال العام الماضي بما يخص قضية العملاء لروسيا ونظام الأسد والتحالف الدولي، ليصل عدد المعتقلين إلى ما يقارب 1000 شخص من عناصر وقيادات عسكرية وأمنيين، لتفرج الهيئة لاحقا عن قسم منهم وقد ظهرت عليهم آثار التعذيب خلال فترة سجنهم. يسعدني أن أرحب بضيفي الأستاذ مضر حماد الأسعد، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، للإجابة عن هذه الأسئلة. أستاذ مضر، بداية أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساك. يا مرحبا، حياكم الله. أهلا بك أستاذ مضر. كيف نستطيع أن نفهم أو نفسر الوضع الآن في الشمال الشرقي السوري؟ هل هذه ثورة على هيئة تحرير الشام أم أنه تعديل مسار بشكل أو بآخر؟ أولا، حقيقة ما يجري في شمال سوريا على أن الثورة هي مستمرة. الثورة في البداية انطلقت ضد نظام الأسد ومن معه بسبب الفساد، بسبب التعديات على الشعب السوري، وحاليا الشعب السوري في شمال شرق سوريا، في شمال غرب سوريا، كذلك يقوم بثورة على الفساد وعلى التعديات على أهلنا في إدلب أو في بقية المناطق المحررة. لا شك بأن هذا الأمر هو حالة إيجابية جدا. بعد 10 سنوات أو بعد 12 سنة أو 13 سنة من انطلاق الثورة السورية، فلا بد للشعب السوري بأن يرى الأشياء الإيجابية هي التي موجودة في المناطق المحررة. هو يريد أن تكون المناطق المحررة أن النموذج الأحسن والنموذج الجيد لكل المناطق في سوريا. لذلك نجد بأن أهلنا الذين انطلقوا بالثورة في 15/3/2011 ما زالوا على العهد، وما زالوا يرفضون الإملاءات، ما زالوا يرفضون التعديات، ما زالوا يرفضون الفساد، وهذا يدل على أن الثورة السورية هي مستمرة. ما جرى وما يجري حاليا في محافظة إدلب، لا شك بأن وجود هيئة تحرير الشام حاليا، هناك نوعا ما من الفساد، هناك نوعا ما من التعديات على الأهالي. وجدنا بأن هذه المظاهرات قد انطلقت من أجل الحد من التعديات على الأهالي، من الاعتقالات العشوائية، من الظلم الذي لحق بالأهالي، وكذلك من الفساد. الكل يبحث عن تحسين الواقع الاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري في الشمال السوري المحرر. كذلك في الأسبوع الماضي وجدنا كذلك مظاهرات في مدينة رأس العين ضد المؤسسة القضائية في مدينة رأس العين المحررة. كذلك هناك مظاهرات في مدينة الباب من أجل تحسين الواقع الاجتماعي والسياسي والأمني والقضائي والعسكري، وهذا الشيء وارد، وهذا الشيء حقيقة شيء إيجابي. ولكن الشيء الإيجابي هي حالة التعامل السلمية من قبل الأجهزة الأمنية أو العسكرية في محافظة إدلب اتجاه الأهالي. كذلك هناك ردات فعل إيجابية من القيادات الأمنية والسياسية وكذلك القضائية والعسكرية في محافظة إدلب أو من هيئة تحرير الشام على مطالب الأهالي. قيادة هيئة تحرير الشام مباشرة قامت بإخراج العشرات من الذين تم اعتقالهم في الفترات الماضية. كذلك قاموا بتحسين الواقع في بعض المواقع
تحسين الواقع إذا كان القضائي أو الأمني. والشيء المفرح جدا هي أنه الأهالي كانوا يرفعون علم الثورة، فهذا يعني على أن الثورة ما زالت مستمرة وما زالت موجودة في فكر وفي وجدان وفي قلب كل سوري في المناطق المحررة. النقطة الثالثة، حقيقة نحن نتمنى من حكومة الإنقاذ الموجودة في محافظة إدلب بأن تعمل على عدة نقاط. أول هذه النقاط هي تحسين الواقع الأمني والعسكري. النقطة الثالثة محاربة الفساد، وكذلك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في المجالس المدنية أو في القضاء أو في الأجهزة الأمنية. النقطة الثالثة هي تقديم المساعدات وخاصة للمخيمات أو المدن الفقيرة أو الأهالي الفقراء، لأن هذا الوضع يستلزم التدخل المباشر والتدخل الفوري من قبل حكومة الإنقاذ من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذه نقطة ثالثة. النقطة الرابعة، والجميع يعرف بأن أغلب المنظمات الدولية وحتى الأمم المتحدة هي تقوم بإدخال المواد الإنسانية والإغاثية والطبية إلى محافظة إدلب عن طريق باب الهوى، وهذا شيء إيجابي جدا، على وهذا يدل على أن المجتمع الدولي هو يتعامل مع حكومة الإنقاذ، وهذا الشيء حقيقة شيء إيجابي، ولذلك على حكومة الإنقاذ أن تعمل على إنقاذ أهلنا في محافظة إدلب. لذلك نحن نؤكد للجميع بأن هذه المظاهرات هي مظاهرات سلمية، ردة الفعل المقابلة لها كذلك كانت سلمية. الهدف من هذه المظاهرات هو تحسين الواقع السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي لأهلنا في محافظة إدلب. في الفترة الأخيرة وجدنا بأن هناك حقيقة تطور في الحالة الاقتصادية، تطور في الحالة التربوية، بناء الجامعات، كذلك بناء المشافي والنقاط الطبية، كذلك فتح الطرقات، مساعدة الأهالي في بناء مدن نظامية أو قرى نظامية بعيدا عن المخيمات العشوائية. شيخ مدر، هناك من يكيل